في اول مباراه لريكاردو سواريز. يا ترى احنا نقدر نقيم الراجل ده؟ لا طبعا. هل في شغل تكتيكي النهارده حصل نقدر نقول ان الراجل ده بدا يقرا وبدا يحط ايده وبدا يحط رجله والحاجات اللي المدربين بيحطوها دي؟ لا طبعا. الاهلي كسب، اداء مش احسن حاجه، يمكن في صعود وهبوط، وبرده نفس المشكله بتاعت الاهلي انه دايما بيجي من الدقيقه 45 للدقيقه 70 اختفاء تام في الملعب، بيبقى الهبوط بدني وذهني تماما، اللعيبه اللي بتخرج من المباراه، وبعد الدقيقه 70 يبدا الاهلي يشتغل تاني هجوميا، وده اللي بيحصل في اخر كام مباراه. وراجع بنفسك التاريخ وشوف ان دي اكتر فتره الاهلي بيدخل فيها اهداف، اكتر فتره الاهلي بيفقد فيها الاستحواذ، واكتر فتره الاهلي بيبقى قليل جدا في الناحيه الهجوميه وعلى المستوى الدفاعي برده بالمناسبه. لكن في بعض الحاجات اللي ظهرت النهارده قد تكون افكار الراجل وقد تكون تكمله من افكار سامي قمصان، او بمعنى اصح يعني في بعض الافكار ظهرت من الراجل وفي بعض الافكار اللي اللعيبه معتمدين عليها او بيعتمدوا عليها او بيطبقوها من سامي قمصان، وفي بعض الافكار وبعض الحاجات اللي موجوده في موسمين. فتابعوني انا صاحب الكوره عشان نشوف ايه هي المؤشرات الايجابيه اللي ظهرت، وازاي الراجل بيكاتشن على الخط، وازاي الراجل بدا نوعا ما يندمج في المنظومه كده ويحاول انه يخش تاتا تاتا عشان ايه يبدا يظهر لنا شويه افكار. هو من البداية واضح التغيير في الرسم التكتيكي، تغيير في الرسم التكتيكي، انا مش بتكلم على ادوار وشغل وتوظيف وكده، انا بتكلم على الرسم التكتيكي اللي هو 4-2-3-1 4-3-3. الاهلي النهاردة من البداية بيلعب 4-4-2 دايموند. بص معايا، رباعي الدفاع ودي علي معلول، ادي الدايموند، هنا القاعدة بتاعت الدايموند هو حمدي فتحي، وعلى اليمين الشحات، على الشمال السلية، وقدامهم قفشة، وقدامه اتنين مهاجمين شريف وطاهر. طبعا بيحصل لامركزية، احيانا الشحات هو اللي بيبقى جنب شريف وطاهر هو اللي بيكون في الناحيه الشمال او بيجي في الناحيه اليمين، واحيانا قفشه بيتحرك. المهم في الاخر ان الرسم التكتيكي للاهلي محافظ عليه في الشوط الاول هو 4-4-2 دايموند. ال 4-4-2 دايموند فادت الاهلي ازاي هجوميا في الشوط الاول؟ لاحظ معايا علي معلول، محمد هاني فاتحين الملعب، ادي القاعده بتاعه الدايموند، السليه شمال، حسين الشحات يمين، قفشه تحت راسين الحربه اللي هم محمد شريف وطاهر محمد طاهر. بص معايا الجول الاول، قصه الهدف الاول اللي سجله قفشه. اتسجل ازاي الجول؟ اولا وجود قفشه هنا هو مش لاعب 10، مش لاعب 10 بالمعنى التقليدي، لا هو 9.5. 9.5 بمعنى ايه؟ انه مقرب قدر الامكان من محمد شريف وطاهر عشان ياخد يلم المساحه اللي بيسيبوها. فتعال شوف معايا الجول الاول، علي معلول بيلعب الكوره وطاهر محمد طاهر في الوقت ده بيسحب الباك عشان يخرجه لبره، ومحمد شريف بيستلم قلب الدفاع اليمين عشان يوقفه ما يخليهوش يروح او يملى المساحه اللي هتفضى من طاهر محمد طاهر. علي معلول بدا في اللحظه دي مرر الكوره في المساحه هنا لقفشه، لما طاهر سحب الباك وسعت مساحه ما بين الباك وقلب الدفاع، وده اللي انا بقول لك عليه، طاهر سحب الباك، محمد شريف راح رمى نفسه على قلب الدفاع الاول اللي هو قلب الدفاع اليمين، عشان ايه؟ عشان المساحه الواسعه اللي ما بينهم دي تفضل موجوده، لان لو محمد شريف ما كانش راح الراجل ده، راح الراجل ده كان هيقدر يقفل المساحه دي بمنتهى السهوله، هتتقتل الهجمه تماما. هنا علي معلول مرر الكره في المساحه لقفشه القريب جدا من طاهر ومحمد شريف، استلم قفشه في المساحه، لف حطها ارتو بالبعيده، جول. كره شبهها بالنص في الشوط الاول كانت في الدقيقه 26 لطاهر محمد طاهر المراد. علي معلول فاتح الملعب ومحمد هاني دايما فاتحين، لان 4-4-2 دايموند بيضم دايما سواء السليه في ناحيه الشمال او حسين في ناحيه اليمين، بيضموا في القلب قدر الامكان. وقفشه زي ما بقول لك، ركز هو فين، في قريب جدا من طاهر ومحمد شريف في الناحيه الهجوميه. علي معلول بيلعب الكوره هنا، طاهر المفروض انه مستلم الباك وموقفه، محمد شريف خد قلب الدفاع في المساحه هناك، مجرد ما خد قلب الدفاع في المساحه هناك، بص المساحه اللي وسعت ما بين قلب الدفاع وقلب الدفاع، مساحه كبيره فضيت في عمق الملعب، الراجل ده مركز على الكوره ورايح يقفل على معلول، فطاهر محمد طاهر بيتمركز في نفس المساحه اللي تمركز فيها قفشه، استلم الكوره من علي معلول، لف نفس الفكره بالظبط، لف حطها، بس المره دي عشان ما كانش يعني لفت جسمه كانت بعيده شويه او كانت لبره شويه، المفروض ان هو كان يعدل جسمه عشان يبقى بزاويه قايمه مع المرمى عشان يقدر يحطها زي ما حطها قفشه، انما هو كان فاتح لبره شويه، فبالتالي الكوره لفت لبره ما دخلتش في الجول. بص معايا وكمل وشوف، اربعه اللي هم قلبين الدفاع، ادي الباكين اربعه، هنا القاعده المره دي كانت القاعده عمرو السوليه، الناحيه اليمين قفشه، الناحيه الشمال حمدي فتحي، حسين الشحات هو راس الدايموند اللي بيشتغل تحت الاثنين مهاجمين طاهر ومحمد شريف. 4-4-2 دايموند كان محافظ عليها في الشوط الاول.
الشوط الثاني اتغير الرسم التكتيكي من 4 4 2 دايموند ل 4 2 3 1 صريحه. ليه؟ عشان هو كان عايز يشغل الاجناب اكتر من كده ويخلق ويفتح مساحات كبيره يشد الملعب اكتر فيعمل جبهات اللي هو الشغل بتاع 4 2 3 1 الاساسي اللي هو دايما يعمل كونتاكت ما بين الباك والوينج وما بين الناحيه الثانيه الباك والوينج فيخلق مساحات يقدر حسين الشحات يقدر قفشه ويقدر الوينج العكسي يكمله. هنا حسام حسن باللا مركزيه حسين الشحات هو اللي متمركز في عمق الملعب قفشه تحتيه 10 صلاح محسن في الناحيه اللي هناك وحسام حسن عشان المساحه دي ما تفضاش راح كمل هو وشد الملعب مع محمد هاني عشان برضو يبقى فيه مسانده اكتر للباكين. لعبت الكوره طلع محمد هاني في الناحيه الهجوميه وحسين الشحات هو اللي بيشتغل كمهاجم قريب من محمد عشان ياخد منه وقفشه بيكمل في المساحه لان انت وسعت المساحات بتاعه الملعب بدات تخرج الضغط اكتر على الاجناب ففضيت منطقه عمق الملعب فبقى عندك الشحات وعندك قفشه وعندك السوليه اللي بقى بيكمل هجوميا في الشوط الثاني عندهم مساحات كبيره يقدروا يشتغلوا في المساحات اللي بتفتح. بص معايا هنا بيشاور ليه صلاح محسن انزل انت هنا عشان تعمل كونتاكت مع الباك عشان نعرف نخرج بالكره من تحت دي حاجه وبيشاور لقفشه املا انت المساحه اللي بيسيبها صلاح. صلاح محسن لما بينزل بص خيال الراجل اللي هنا ده المدافع هيفضل يخرج مع صلاح محسن فانت هتخرجه قفشه بقى يبدا يستلم في المساحه دي فيسحب الراجل فالفضي لك عمق الملعب زي ما بقول لك السوليه يخش حسين الشحات يخش حسام حسن نفسه الفيرويد الصريح بتاعك يكمل ويخش في المساحه دي فالاهلي حتى الناحيه الهجوميه في الشوط الثاني بقت اشرس واكتر وعوصل لمرمى بتروجيت اكتر من مره. كذلك الحال الناحيه الثانيه حسين الشحات بينزل مع الباك وقفشه هنا بيبدا يتحرك عشان يعمل كونتاكت مع محمد هاني فيستلم في المساحه فيخرج قلب الدفاع فتفضل مساحه كبيره في العمق. صلاح محسن بيكمل كمهاجم ثاني جنب حسام احيانا السوليه زي ما بقول لكم بيكمل فالاهلي بقى قادر وعارف ازاي يخلق مساحات ويستغلها في خط دفاع فريق بتروجيت. انتهت حلقتنا النهارده، اتمنى يا رب الحلقه تكون عجبتكم، لو عجبتكم الحلقه ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو، اعملوا سبسكرايب للشانل وفعلوا الجرس عشان كل فيديوهاتنا الجديده توصل لكم.